أهلاً وسهلاً أشهر عبارات الترحيب عند العرب، تقال عند استقبال ضيف أو شخص قادم من بعيد تعبيراً عن الحفاوة به. فما معناها ومن أول من قالها؟ أول من استخدم أهلاً وسهلاً في الترحيب هو موحد اليمن سيف بن ذي يزن، قالها لعبد المطلب بن هاشم لما وفد إليه مع قريش مهنئين برجوع الملك إليه. دخل عبد المطلب عليه وقال: نحن أهل حرم الله وسدنة بيته، أشخصنا إليك الذي أبهجنا لك، فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة. فرد سيف: مرحبا وأهلا، وناقة ورحلا، ومستناخا سهلا، وملكا ربحلا، يعطي عطاء جزلا. ومرحبا أي وجدت سعة ورحبا في العيش، وأهلا أي وجدت أهلا كأهلك، أما سهلا فتعني وجدت مكانا سهلا. ومعنى الكلام بالمجمل: رحب الله بك وأخرجك مخرجا حسنا. لغة أهلا وسهلا مفعول به، لأن أصل الكلام حللت أهلا ونزلت سهلا. قال ابن قتيبة في معاني أهلا وسهلا: أهلا أي أتيت أهلا لا غرباء، فأنس ولا تستوحش، وسهلا أي أتيت سهلا لا حزنا، ومرحبا أي أتيت رحبا أي سعة. وهذا الأسلوب المقصود منه الدعاء للمخاطب. فأهلا وسهلا بكم يا أصدقاء.